يتجدد لقاؤنا بحضراتكم سادة المشاهدين، حياكم الله وأهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامجكم تواصل دوت كوم. وفي عناوين هذا العدد معنا: مقتل المتظاهر ميكي الكعبي، ووالده يؤكد أن ابنه قتل بعد خروجه في المظاهرات التي دعت وطالبت بالحقوق والخدمات. في العنوان الثاني نتابع أخبار استمرار المظاهرات الليلية والنهارية في البصرة، والقوات الحكومية تواجهها بإطلاق الرصاص الحي على المواطنين المدنيين. والختام سيكون مع مقاطع تبين إصابة عدد من المواطنين بالرصاص الحي الذي تطلقه القوات الحكومية عليهم وهم مشاركون عزل في التظاهرات. أهلا بكم. البداية مع لحظة إصابة المتظاهر ميكي الكعبي في البصرة برصاص القوات الحكومية. طبعا هذه اللقطات كانت قبل أن يقضي الكعبي ويرحل. المقطع القادم يبين كيف توفي المتظاهر أو كيف قتل المتظاهر ميكي الكعبي، ووالده يؤكد أن ابنه قتل برصاص القوات الحكومية تحديدا بعد مطالبته بحقوق البصرة والخدمات التي ما زالت محرومة منها. نتابع. بس رحمات الوالدك ابني قاعد صورة رجاء سيدي ابني قاعد صورة وخر هذا راح للبصرة، شوفوه راح للبصرة وبطل، عرفتوه بطل راح للبصرة وفدوة للبصرة. شيخ سجل هذه التاريخ وهذه التاريخ، شوف هذه التاريخ، انت بطل من ابطال البصرة، جن بطل من ابطال البصرة، انت بطل من ابطال البصرة وليدي سبع، انت سبع عرفت سبع. على كيفكم انت ما دافعت، لا رحت كسرت بنك، خلت تسمع الحكومة، ما كسرت بنك انت ولا بقيت ولا سرقت، انت طالبت بحقوق البصرة، انت شلونك طالبت بحقوق البصرة؟ شوف الشعباوي السبع الشعباوي، انت الشعباوي سبع طالبت بحقوق البصرة. يمكن طابة مفلوقة جوا، بطل لا تخافون، طالبت بحقوق البصرة، طالبت على مود الماي والكهرباء على مود ماي مالح، ما طالبت فيه. هاي مفلوقة جوادكم، هاي ضربتك، هاي البطل النشمي، النشمي انت النشمي، وخدت تتلقى الاعراض النجم بعد من عندنا، ومن اليوم تتلقى من عندنا بعد تضحية للبصرة. ونبقى مع ملف الكعبي، حيث اعتدت القوات الحكومية بالرصاص الحي على مشيعي جثمان ميكي الكعبي في البصرة. نتابع. نوال غضب شباب البصرة على أخوهم الشهيد مكي، لا إله إلا الله. نوال غضب شباب البصرة من قناة قوات البصرة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. Yeah.
غاز المسيل قبل قوات الأمنية وأرجاعها. إطلاق النار على جنازة الشهيد. إطلاق النار على جنازة الشهيد. هاي مو الشهيد هنا، مو الشهيد بيننا في التار. ليش؟ غاز مسيل كالعادة. الجبانين شوف شو على بعض مواقع التواصل الاجتماعي علق متظاهرون عراقيون أو شباب عراقيون على هذا المقطع وقالوا إن الذي كان يطلق الرصاص لم يكن يطلقها واحدة واحدة وإنما كان يطلقها بشكل أوتوماتيكي، استجابة للحديث الذي يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، الإتقان على حساب الدم العراقي، أن يطلق الرصاص على أبناء شعبه للأسف. الآن إلى التظاهرات المتواصلة، استمرار المظاهرات الليلية في البصرة وبمشاركة كبيرة من الشباب العراقي، نتابع. التصوير والمونتاج. ليتك يا شفاة الحديد، يا ليتك كنت على وريدي، يا ليتك يا شفاة الحديد، يا ليتك كنت على وريدي، لكي أواسم الحال الشهيد، لكي أواسم. يظل العراقي عنيدا بطبعه، يرفض أن يستسلم، يرفض أن يستكين أمام هيمنة وغطرسة القوات الحكومية. فإذا قوبل الشارع العراقي والمدنيين، إذا قوبلوا بالرصاص فإنهم يثبتون في الميادين ويرفضون أن يرجعوا عن المطالب التي يريدون تحقيقها. إلى مواجهات ليلية وقعت بين المتظاهرين والقوات الحكومية في عدد كبير من شوارع محافظة البصرة. هذا البطل وين واقف بعد؟ قال ابن البصرة بعدما أثبتت الأساليب القمعية عجزها من ضرب واعتقال وغيرها من الأساليب القمعية السيئة والرجعية للأسف التي تمارسها القوات الحكومية على اختلاف أجهزتها المنتشرة في الميادين وفي مختلف الشوارع، بعدما عجزت كل هذه الأساليب رأت القوات الحكومية أنه لابد من أن تتصدى لهؤلاء العزل من المواطنين والمدنيين الذين يطالبون بحقوقهم في البصرة وفي مختلف المحافظات. رأت أنه لابد من إطلاق الرصاص الحي مباشرة على صدور الشباب العارية، هذه الصدور المفتوحة والتي نزلت إلى الميادين حتى تطالب بحقها، لم ترفع سلاحا، لم تستخدم أي قطعة حديدية في مواجهة الآخر الذي فضل
أن يرفع السلاح بوجهها ويطلق الرصاص بشكل أوتوماتيكي على العديد من المواطنين الذين يقعون ما بين ضحايا وجرحى. القوات الحكومية ترد على المتظاهرين الذين لا يزالون يخرجون في محافظة البصرة بالرصاص الحي. نتابع هذا المقطع سويا. مشاهدينا، طبعا ليس هذا المقطع الوحيد الذي تظهر فيه القوات الحكومية وهي تمارس وتستعرض عضلاتها على المدنيين العزل من العراقيين المنتشرين في أكثر من منطقة في البصرة وغيرها. لذلك واصلت إطلاق الرصاص على المتظاهرين تحديدا في منطقة بريها بالبصرة، وهي منطقة يكثر بها وجود المستشفيات والمرافق الحيوية. دعونا نتابع. رصاص الحي على طول، تعال تعال. طبعا قاعد يرمون باتجاهنا، ما نقدر نتقدم، يرمون باتجاهنا. طلق جو رجلينا قاعد يطلق. ما الخوف الآن إلى مقطع يبين استهداف مستشفى السعد بمدينة البصرة وكيف استهدف بقنبلة مسيلة للدموع أطلقتها بطبيعة الحال القوات الحكومية. هذا المستشفى دبوا غاز بطن المستشفى. نصور لكم شلون دبوا غاز بطن المستشفى. باعوا هذا الجيش، هذا الجيش دب القنبله بطن المستشفى. يعني مرضى، ناس مرضى. الله اكبر، وين الحكومه؟ مرضى يعني مرضى. دبون هاي المستشفى السعدي، دبون الغاز، وهسه المتظاهرين هم طلعوا شو اسمه. خلينا الله اكبر عليكم. هاي قوات تمير الشمري ايش تسوي الآن إلى مادة مصورة تبين قطع شارع الجزائر داخل البصرة واستمرار المظاهرات رفضاً للفساد الحكومي.
ليست البصرة وحدها التي يجب لها أن تتأول الصف وتطالب بالحقوق، ليس أبناء البصرة وحدهم الذين ينبغي أن يدفعوا الثمن من دمائهم من أعمارهم حينما يعتقلون. وحينما تنجح مثل هذه التظاهرات بانتزاع الحق فإنه حتما لن يعود بالخير على البصرة وحدها، وإنما على العراق بأكمله. هذا كان أبرز النقاط التي ركز عليها شباب عراقي كتبوا على موقع فيسبوك. الآن إلى متظاهري البصرة وكيف استعادوا ساحة الاعتصام وكيف نجحوا بطرد القوات الحكومية منها. أضربكم هاي مال قمع متظاهر. نذهب الآن إلى الأخبار التي تحدثت عن المصابين. إصابات بين المتظاهرين بعد استهدافهم من القوات الحكومية برصاص الحي، يوضحها لكم المقطع الآتي. الله لا يوفقكم إن شاء الله يا جبانية. هاي قادرين عن فقير. قادرين بس على الفقير، بيهم خير بس علينا. الآن إلى لحظة إصابة متظاهر برصاص القوات الحكومية وتعرضه إلى كسر في إحدى ساقيه، نتابع. خلال تشييع مك الكعبي أصيب عدد من المواطنين بالرصاص الحي الذي أطلقته القوات الحكومية. المقطع القادم يعرض عليكم أحد المصابين، نتابع سويا. أو حتى الجبناء تعيش، حتى الجبناء تسكت ببيوتها، أو حتى العار، حتى العار. هاي هي يا مشايخ البصرة، يا كل خطيب من الكل حنانه، والله العظيم سيكتب التاريخ يوما ما عنكم يا جبناء، يا حثالة التاريخ. وهذا فداء الشعب المستشفى. بطل 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 المستشفى. الموضوع الذي كان حديث عدد لا بأس به من العراقيين في فيسبوك ونستعرضه في فقرة آراءكم لهذا اليوم هو موضوع حمايات مجلس النواب، التي وهي الحمايات التابعة لهادي العامري، والتي منعت من إكمال أو منعت من إكمال تصريحه وهو يحاول أن يصرح عن تشكيل الكتل الكبرى في البرلمان الجديد. نشاهد المقطع الآتي ومن ثم نذهب وإياكم إلى قراءة عدد من التعليقات. وهنا راح تتشكل الكتلة الأكبر، ليس الطائفية وإنما الكتلة الأكبر راح تتشكل الكتلة الأكبر راح تتشكل الكتلة الأكبر
تصريحاتنا بالنسبة لي لا تعليق، لكن كيف علق الشباب العراقي على فيسبوك بشأن هذه القضية؟ نذهب إلى التعليق الأول، وكتبته رقية التميمي تقول: هادي العامري صار وزير، نقل ابنه رجع طيارة بيها مرضى وناس كبار، هسه إذا استلم حكم شو يسوي؟ السيدة رقية تتحدث عن هادي العامري وكيف ستكون الصورة التي سيبدو عليها في حال تسلم الحكم. إلى التعليق الجديد. في التعليق التالي أبو عادل يكتب: هذه الأحزاب هي صناعة أمريكا ودول غربية، تم تجميعها وإعطاؤها صبغة دينية حتى تصدقها الناس وتتبعها، وأغلب قادتها لا يعرفون شيئا عن البلد. أبو عادل يتحدث عن أن الأحزاب العراقية ما هي إلا صنعة أمريكية وتخدم دولا غربية لا أكثر. إلى التعليق الثالث نذهب وإياكم، وكتبه أحمد الدليمي يقول: لا أحد يستطيع أن يقاطع هادي العامري زعيم ميليشيا بدر، أعتقد أن هناك تدخلا أمريكيا واضحا. أحمد يقول أن المقطع الذي رأيتموه لا يثبت أن هناك من حاول أن يتعرض للعامري فيمنعه من إكمال كلمته. إلى التعليق الجديد، وفيه نقرأ ما كتب علي جاسم الشويلي: أمريكا هي من تصل وتجول في العراق، لا عبادي ولا عامري ولا غيره. علي يتحدث عن التدخل الأمريكي في العراق وكيف أنه ما زال مستمرا بحسب هذا المقطع المكتوب من علي. إلى التعليق الأخير نذهب وإياكم، وكتبه أو كتبته سميرة. تقول سميرة: شنو انقلاب بمجلس النواب؟ هو هذا العراق صار يحكم العملاء والجهلاء. التعليق مفسر وواضح من صاحبتها. الآن إلى تويتر. فخور لأني مقاطع، هو الهاشتاغ الذي نشط خلال الساعات القليلة الماضية بشأن الانتخابات التي ينادي إليها الأحزاب في العراق. نقرأ عليكم التغريدات تباعا. في التغريدة الأولى نقرأ ما كتبه محمد البغدادي يقول: الكتلة الأكبر الحقيقية هم 75% من الشعب الذين قاطعوا الانتخابات ولم يساهموا بإرجاع حرامي قديم أو إحضار حرامي جديد. فخور لأني مقاطع يتحدث عن نسبة رفض الانتخابات. الآن إلى التغريدة الثانية. في التغريدة الثانية نقرأ ما كتب حذيفة البعقوبي يقول: حذيفة، بالتأكيد لم ولن أكون سببا من الأسباب لإراقة قطرة دم عراقية طاهرة أو أشارك في تبديد ثورة بلدي وإرثه التاريخي والحضاري أو أكون مشاركا في تكوين هذه القذارة، كما يقول هذا الشاب. الآن إلى التغريدة الثالثة نذهب وإياكم. في تغريدة الحالية مهند فوزي يقول: هسا يلي عرفت قيمة المقاطعة، هسا يلي عرفت قيمة المقاطعة لهيج نماذج. المسألة واضحة. للتغريدة الأخيرة نذهب وإياكم. في التغريدة الأخيرة تقول شهد: عندما أرى مهزلة التحالفات والبيع والشراء بمقدرات هذا الشعب من أجل الكتلة الأكبر، كان قرار المقاطعة صائبا، لا تصدقوهم. فخور لأني مقاطع. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد تواصل دوت كوم لهذا اليوم. نلتقيكم لاحقا بكل خير. إلى اللقاء.